إذن الدخل ديال القصبة ديال هاد المسارات إضافة المعلومات اللي كتعطى على كل نقطة. كاين واحد الأماكن اللي مديرين للترحم والدعاء، لأن كما كتعرفوا بأن هاد القصبة كانوا كيعيشوا فيها الديانات بثلاثة، وهنا في هاد خصنا بعض الأماكن باش الناس اللي جاوا مسلمين ولا من الديانة اليهودية ولا المسيحية يمكن لهم يديروا واحد شويه ديال الدعاء بالنسبه للناس اللي ديالهم اللي تفقدوا هنا. وكما كتشوفوا في هاد اللوحه بان كل واحد منين ما جا مش من ديانه اللي جاي يمكن له يعزل ويسمع الدعاء. وهذا كاين ثلاثه ديال النقط اللي درنا فيهم هاد الامكانيه، لان كيبقى ديما راه منطقه ديال كتبقى كما قلت ديما كتبقى واحد المقبره جماعيه. بطبيعه الحال هادشي خدينا عده تجارب على المستوى الدولي، وكنظن بان لا توندونس دابا هي غاديه لكل ما هو ديجيتال باش يمكن ندوز المعلومه بسهوله. كما قلت بان حتى هاد الدليل الصوتي اللي ما بغاش يستعمل الدليل الصوتي لموضوع الاشاره ديالو يمكن له يستعمل غير الهاتف النقال ديالو السمارت فون. كاين امكانيه من يخلص التعريفه في الموقع الالكتروني ولا في الابليكاسيون ويستعمل مباشره السمارت فون ديالو. اذا كما قلنا بالنسبه للتسعيره كاين التسعيره الاول اللي هي 20 درهم بالنسبه للمغاربه واجانب المقيمين في المغرب، وبالنسبه لهذه الخدمات الاضافيه بحال هذه الخدمه ديال الدليل الصوتي هو 30 درهم بالنسبه للمغاربه والاجانب. ومره اخرى توفر لحد الساعه بخمسه ديال اللغات، على ان شاء الله في المستقبل نزيدوا لغات اخرى حسب الجنسيات اللي كيزوروا اكادير بصفه عامه والجهه ديال سوسمسا. وكما هضرنا على لي زاباغاي اوديو غيد اللي كيديتكتاو بيان سور باغ لانفراغوج ولا باغ نيميرو، كاينين شي بلايص في القصبه كاينين ثلاثه هنا في القصبه اللي كنسميوهم حنا لي زون فينيغيغ ولا مكان الترحم، لو ديت الناس اللي ماتوا هنا. وحيتاش كنعرفوا بلي القصبه ديال كاديرو فلا ما كانوش عايشين فيها غير مسلمين، كانوا عايشين فيها حتى اليهود. فملي كتوصلوا ديك لا زون راه كاين عندكم عاوتاني اون بلاك اللي تقدروا تطابقوا فيها لي نيميرو ديال 90 91 92 وكل رقم فيهم بالنسبه للناس على حسب الديانه ديالهم. المسلمين كتلقى القران، اليهود كتلقى العبريه الادعيه العبريه، والمسيحيه نفس الحاجه. وبغيت نزيد بالنسبه لي زوديو غيد راه متوفر عندنا حتى اونلاين، تقدروا تدخلوا السيت ويب ديال القصبه ديال www.agadir-6 ou fla.ma اللي تقدروا تاخذوا فيهم لي تيكيت ديالكم باش تدخلوا القصبه وحتى تاخذوا لي زوديو غيد. دونك ما غاديش تبقاو خدامين بهاد لي زاباغاي، من التليفون ديالك تقدر تصنت، وكل نيميرو عاوتاني راه مكتوب كيما هنايا، واحد هو الباب، جوج هي الكافي، وانت غادي كل وحده بالنيميرو ديالها بنفس الترتيب اللي عندنا هنايا في القصبه. اي بيان سور على دراسات اللي داروا، حيت حتى كما كتشوف هنا في لاسباس كاين عندنا هاد الممرات الخشبيه ما داروش بواحد الطريقه اعتباطيه، يعني تدرسات وعندنا دي بلون كاداسترال ديال القصبه اللي عرفنا كي كانت قبل الزلزال تاع 1960. دونك هاد لي غيال اللي كتشوف هنايا راه غوتراساو على لي ميم غيال لي زونسيان غيال ديال القصبه ديال اكادير وفلا. يعني ملي كنقول لك مثلا تما راه لو سيتي لو كارتي جويف، راه سيتي لو كارتي جويف حيتاش عندنا في البلون بلي هذاك هو الكارتي جويف، ولا هذيك هي ليكول، هذاك هو الكافي، هذاك هو الجامع، كل حاجه يعني دي نورم. القصبه ديال اكادير وفلا كامله تخبات دي نورم انترناسيونال. القصبه مقسمه لجوج ديال الاجزاء، عندك من دخلة ديال الباب هادوك كنسميوهم دي زاسباس بيبليك بيان سور. في الليله ديال الزلزال ديال 1960 الناس ما كانوش فيها، ما يعني داكشي كان عندنا الحق اننا نديرو لي فوي اركيولوجيك، وتما بانت لينا الجامع، بان لينا البلاصه ديال الكافي، بانت لينا لاغورا، الجاردان، كلهم بانوا. لا بارتي الثانيه ما داروش فيها لي فوي حيتاش هادوك البلاص كانوا الناس ساكنين فيهم، الديور ديال الناس والناس اللي ماتوا فيهم، داكشي علاش ما قسناهمش، ما داروش فيهم الحفريات الاثريه. وكما قلت لك اعتمدنا هادشي علاش بالضبط اعتمدنا على البلاطلاج، انك ما كي كتشوف راه ما كتقيسش الارض، يعني ما تحفراتش وتحطوا وعلى لي زونسيان غيل ديال القصبة.